نشوف كابتن ايهاب جلال قال لي النهارده في المؤتمر الصحفي، ونرجع نكمل كلامنا عن الفتره اللي جايه، وان شاء الله تكون فتره خير لمنتخب مصر. في الأول أحب أنعي الأول شهداء الوطن وأقول لهم هم ضحوا بأرواحهم عشان بلد كاملة وعشان شعب كامل، فربنا يرحمهم ويجعلهم من الشهداء إن شاء الله. أول حاجة بحب أقولها بعد تولي المنصب طبعا، وبشكر الأستاذ جمال على الكلام اللي قاله، أقول إن بشكر كل اللي دعموا قرار وجودنا هنا في منتخب بلدنا، وبرضو نتفهم جدا بعض الآراء اللي ما كانتش مع القرار، ودي حاجة مش هنقدر نقول ان لازم يبقى في حاجة كاملة في الدنيا يعني، لكن احنا متفاهمين جدا وجهتين النظر اللي دايما بيبقوا موجودين في اي اختيار لاي مدير فني او اي اختيار عامة. احنا في مرحلة محتاجة تكاتف كل المسؤولين عن او اللي بيعملوا في الرياضه من كل الاتجاهات، واولهم بعد جمهور الاعلام الرياضي. بحب اشكر كل الناس اللي شجعتنا ان احنا نبقى موجودين، وبنقول ان احنا في مهمه اقرب الى التكليف ولكنها مهمه شاقه ومشرفه، شرف كبير ان احنا نبقى منتخب كبير زي منتخب مصر، وفي ضغط أكبر إنه بيبقى منتخب بلدنا، بيبقى علينا بعض المسؤولية الكبيرة اللي مش هتتحقق إلا بتكاتف كل المهتمين بالوسط الرياضي يعني. أحب أقول برضو إن إحنا جينا بعد مدرب كبير ومعاه فريق كبير حقق انجازات في بوصوله الاثنين فاينل افريقيا خلال البطولتين الاخرانيين، ووصل كاس عالم الاخيره، واحنا هنحاول ان شاء الله نكمل او نبتدي من الايجابيات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، وفي نفس الوقت لو في سلبيات هنساعد في انها تتحل، لكن هنبتدي من حيث انتهى منتخب مصر، وعندنا فريق كبير ان شاء الله، لعيبه عندهم خبره كبيره، سواء اللي لعبوا اثنين فاينل افريقيا او في كاس العالم، واللي هيساعدوا اللعيبه الاخرين اللي هيتم اختيارهم ان شاء الله. عندنا حاجتين مهمين او حاجه مهمه جدا، عندنا مباراه بعد اقل من شهر او مباراتين بعد اقل من شهر، ودي هنبتدي نشتغل او ابتدينا بالفعل نشتغل من هنقول من اسبوع او اتنين، ان احنا نجمع المعلومات عن اللعيبه سواء المحترفه او سواء الموجوده في مصر. احنا عندنا حاجه مهمه في الاول ان احنا ما عندناش وقت كبير نحضر لمباريات وديه مثلا. تاني حاجة احنا عندنا مهمة سريعة ان احنا الاول نلعب الماتشين اللي جايين، ودي هيتم اختيار فيها 40 لعيب تقريبا غير المحترفين، هنعلنهم ان شاء الله بعد اسبوعين، وهتبقى الاولوية فيها للعيب الجاهز واللعيب اللي بيلعب في فرقته اساسي واللعيب اللي بيأدي اداء جيد، ودي سواء هو محترف او يعني محترف في الخارج او في مصر، ودي المهمة الأولانية اللي هي السريعة اللي مش هيبقى فيها تغييرات كتيرة غير المصابين طبعا واللعيبة اللي ما بتلعبش. دي المهمة الأولانية. المهمة الثانية ان احنا نحضر ان شاء الله بعد كده اللي هي ابعد من الشهر اللي جاي، وابعد من بداية التصفيات
اللي هي هنلعب فيها ان شاء الله يوم 2/6 و6/6. بعد كده هيبقى في قوام اكبر شويه للمنتخب ان شاء الله، تقريبا 60 لعيب غير المحترفين ان شاء الله. دول اللي هيبقوا نوال ان شاء الله تحضير هنقول لمرحله اكبر شويه او ابعد شويه، واللي ممكن فيها يبان فيها بعض اللعيبه الجداد شويه، او احنا متوسمين فيهم ان شاء الله يبقوا نوال منتخب مصر قادم ان شاء الله. تاني حاجه احنا هيبقى الاختيارات بالنسبه لنا، احنا مش جايين نعمل فرقه جديده، احنا جايين نعمل توليفه جيده ومزيج جيد بين اللعيبه الخبره واللعيبه اللي ممكن يدخلوا منتخب مصر ويؤدوا اداء جيد ويبقى ليهم مستقبل كبير، وده ان شاء الله في الفتره اللي جايه اللي بعد المرحله الاولانيه اللي فيها المباراتين مباراتي غينيا واثيوبيا. ان شاء الله نحاول نعمل ماتش ودي يوم 13 او 14 او 12 تبع الانديه تبع المنتخبات اللي ممكن تلعبنا ان شاء الله، وغالبا هنلعبه من غير اللعيبه المحترفين في الخارج اللي هيلعبوا اول ماتشين ان شاء الله ويبقوا في راحتهم. مش معنى كمان، 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 مش معنى كمان،